كان يوم 17 تيم 29 مع ممفيس. صراحة رحلة جميلة جدا وشركة محترمة قوي، ومستر خالد طبعا يعني جايد ممتاز ممتاز فوق الخيال، مهما قلت كتير كلام ما يكفيهوش والله، قمة الاحترام. وشركة صراحة حلوة جدا، أول مرة أطلع معاها وكتير مش هتكون إن شاء الله، وبإذن الله هتتكرر كتير، ولازم برضه يبقى معانا مستر خالد. أنا اسمي أحمد عيسى، حملت رحلة مع شركة ممفيس للسياحة من 17 ل 28 أو 29 أغسطس، فيينا براغ بودابست. كانت رحلة جميلة جدا. الناس اللي في الشركة، مستر خالد، مستر وحيد، من أحسن الناس اللي أنا شفتها في حياتي. الناس تحب شغلها جدا، وهو ده الفرق ما بين شركة ممفيس وأي شركة تانية، إزاي الناس اللي جوه الشركة واللي معاك بيحببوك في الرحلة دي، حقيقة أنا مش هقول أكتر. مجدي جبراوي، طلعت رحلة مع شركة ممفيس دي 5 6 مرة يعني، طبعا كده ما أقدرش أقول لك إن أنا بقيمها إزاي، أكيد أنتوا بتفهموا يعني. الرحلة دي طلعناها من 17 ل 29 أغسطس، ما زلنا فيها دلوقتي، إحنا في مدينة بودابست. قبل كده رحنا فيينا وبراغ ودريسدن في ألمانيا، رحنا براتسلافا في سلوفاكيا، يعني لفينا 5 دول آسف. وطبعا استمتعنا جدا، خصوصا كان معانا مرشد جميل قوي الأستاذ خالد فاروق. وبصراحة رحلات ممفيس دايما رحلات ممتعة، وحقيقي أؤكد لكم إنكم هتستمتعوا لو طلعتوا معاها، لأنها شركة عريقة فيها نخبة ممتازة من الصف والقايد في كل الرحلات بتاعتها اللي أنا طلعتها. بس ده اللي أحب أقوله. بعدين إحنا دلوقتي طبعاً في مدينة بودابست، فيها مناظر خلابة جداً وفيها حاجات جديدة أوي، الواحد بدأ يشوفها دي كانت أول مرة في بودابست بصراحة. بهرت بالأماكن اللي فيها، خصوصاً الرحلة الليلية اللي إحنا عاملينها دلوقتي في نهر الدانوب، بنلف بيها بعض الاماكن السياحيه هنا. صباح الخير، انا اسمي دكتور ماجد صبحي، طلعت رحله مع ممفيس للسياحه انا ومراتي. احنا زرنا اولموست 5 دول مع ممفيس، اكتر من مدينه و5 دول. زرنا اوستريا، زرنا تشيك، زرنا دويتشلاند، زرنا سلوفاكيا، واخيرا احنا حاليا في المطار. حقيقي مش عارف اقول ايه على مدى التنظيم والاحترافيه اللي الناس دي بتشتغل بيها. شغل عالي جدا جدا جدا. جفت المشاكل اللي واجهتنا واللي قابلتنا اتحلت يعني سموزلي بطريقة فعلا كلها احترافية. اقامتنا كانت سلسة في كل المدن اللي زرناها. كل الرحلات اتعملت بطريقة فعلا اكبر من رائعة. الامور اللي خارجة عن اليد اللي واجهتنا وقابلتنا كوجود حدث عالمي زي مسابقة ألعاب القوة في العالم في هنغاريا، والجرافيك مقفول تماما في المدينة. لو كلمت مستر خالد عمل ايه والإفورت اللي عمله والإصرار اللي يخلي يوم جميل حاجة فعلا ما ينفعش يعني أوصفها. التنظيم اكتر من رائع، حد يملك ملكات رائعه، عنده ليدرشيب كاريزما جميله، بيحل كافه الامور بسلاسه بدون ما نشعر ان في مشكله من اساسه. انا اول مره اشوف مستر خالد، مفيش اي علاقه بينه وبينه صدقا من اي نوع، وان كان يشرفني طبعا ان يبقى في علاقه، بس فعلا محتاج اقول حد بروفيشنال في شغله بطريقه غير طبيعيه، وهيكون سبب في ان نتعلق بممفيس للسياحه.
بالصدفة لأنه فعلا عمل حاجات أكتر من رائعة. سافرت كتير في أوروبا وفي آسيا وفي بلدان كتيرة حتى USA. صدقا من أجمل الرحلات اللي راجعين بذكريات جميلة أنا ومراتي فيها الرحلة اللي احنا بنتكلم عليها. عايز أقول thank you so much Memphis, thank you so much Mr. Khaled. فعلا مش قادر يعني أديله حقه الأدبي والمعنوي, بس حقيقة أنا سعيد إن أنا كنت معاكم. شكرا شكرا شكرا. أنا اسمي محمد وعملت رحلة فيينا وبراغ